شو روز بفكر عن العرب؟ أول شيء أنه كل العرب مسلمين، ما في ولا حدا مسيحي بالوطن العربي، وكل العرب سود، ما في حدا أشقر بالوطن العربي ولا عيون ملونة، ولكل العرب لغة واحدة وهي اللغة العربية الفصحى، وكل العرب بيحكوا بلغة القرآن، والدليل هو أنه كل العرب بيفهموا بعدهم. أكلات نفس الشيء، تياب نفس الشيء، يعني كل الرجال بيلبسوا أبيض زي بالخليج، وكل النسوان بيلبسوا أسود، وطبعا النسوان ما بيحبوا هذا التياب الأسود، بس الرجال ما بيخليهم بيلبسوا شيء تاني، وحتى خروج من البيت ممنوع. وانتو شو بيفكروا عن الروس؟